السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب الرائد. احنا في صفحة 110، هيكملها معاكم الاستاذ يحيى محمد عبد السلام مؤلف كتاب الرائد. ان شاء الله هيحل معايا الفيديوهات بالتناوب، وهنعمل قائمة هتكون موجود فيها الفيديوهات بالترتيب علشان نخلص المنهج بسرعة ونبدأ المراجعة. اسيبكم دلوقتي مع الاستاذ يحيى، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطلبات الثانوية العامة. معكم مستر يحيى محمد عبد السلام، معد كتاب الرائد في الفيزياء. تنويه بسيط للطلبة، تم الاتفاق مع قناة الأستاذة أماني منصور على المشاركة في حل كتاب الرائد، عشان نخلص بس الكتاب في وقت قليل بإذن الله، لأن طبعا يعني الضغط بقى كبير جدا، وبالتالي عايزين نلحق نخلص الكتاب في وقت قليل عشان ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه للمراجعه. ده تنويه بسيط عشان يعني المس هتحل شويه وانا هحل شويه باذن الله، وبالتالي هنكمل الكتاب مع بعض على التوالي. هنبدا مع بعض احنا دلوقتي من اول صفحه 110 في الكتاب، اللي هي اسئله او مسائل الملف الدائري والملف اللولبي. هنبدا مع بعض على طول. اول مساله، اول مساله طبعا كلنا عارفين ان في ثابت في المسائل دي، اللي هو ثابت معامل النفاذية المغناطيسية. وكنا عارفين معامل النفاذية المغناطيسية ميو طبعا يساوي 4 باي في 10 أس سالب 7، وده تنويه صغير لأن عندنا الميو هنا مكتوبة قدامي بس ناقصة الأربعة، فعشان محدش يعوض بس غلط. أول مسألة بتقول يمر تيار شدته 5/10 أمبير في ملف لولبي. ده شدة التيار في الملف اللولبي، يشمل على 20 لفة في كل، هنشيل الكلمة دي بس عشان الجملة تبقى صحيحة، يشمل على 20 لفة في كل 1 سنتيمتر. يعني أنا ممكن أعتبر إن عدد اللفات 20 والطول بـ1 سنتيمتر. طب لف حول منتصفه سلك آخر على شكل لفة دائرية. يبقى أنا عايز الطالب كده يبقى أول ما شاف المسألة عارف ان انا عندي ملف لولبي وعندي كمان ملف ايه يا جماعه دائري، ولفه واحده يعني الام بتساوي 1، نصف قطرها طبعا اللي هو الار. فبيقول لي كم تكون شده التيار في هذه اللفه؟ يبقى انا محتاج الاي بتاع الملف الدائري بحيث يلغي المجال المغناطيسي في الملف اللولبي. كلمه يلغي يعني يلاشي، ويلاشي يبقى انا بتكلم في تعادل، وكده التعادل بين مين ومين؟ كده التعادل بين الملف الدائري، يبقى هنقول ان البي بتاع الملف الدائري يساوي البي بتاعت الملف اللولبي. الكلام واضح؟ طيب البي دائري طبعا ميو ان اي على 2 ار، والبي لولبي ميو ان اي على ال. طيب وبعدين المتشابه نطيره مع بعض، هتلاقي الميو راحت مع الميو بس، ونبدأ نعوض بقى. الـ N بتاع الملف الدائري كام؟ بواحد. في الـ I بتاع الملف الدائري ده المطلوب على 2 ونصف القطر 1 سنتيمتر. ممكن نحول هنا وممكن ما نحولش، لأن لو حد شاطر هيقول لي ما هو هنا سنتي والطول هنا سنتي، فممكن ما احولش الاثنين وكده كده هيطيروا مع بعض، اللي هو التحويل يعني. الـ N بتاع الملف اللولبي 20، وشدة التيار نص أمبير، على طول الملف اللولبي عرفنا 1 سنتيمتر، وبالتالي نقدر نضرب طرفين في وسطين ونطلع ان الاي يطلع بيساوي 20 امبير. يبقى المطلوب بتاعي ان انا احسب شده التيار بتاع الملف الدائري طلع بيساوي 20 امبير. طب بيقول لي كمان سؤال، بيقول لي صفر، ماذا يحدث للمجال المغناطيسي عند نفس النقطه لو عكس اتجاه التيار؟ طب احنا عارفين دايما طالما في تعادل يبقوا الاتجاهين كانوا عكس بعض. طب لو انا عكست واحد بقول الاثنين مع بعض. طب ما انا عارف ان في التعادل اصلا ان البي ده بيساوي البي ده. طب انا لو هعكس يبقى البي توتال المره دي بقى اتجمع، اجمع بي دائري زائد بي لولبي، بي 1 زائد بي 2. طب ما هو البي 1 قد البي 2 يعني يصبح ضعف واحد فيهم. يبقى يصبح كثافه البيض يا اما ضعف بتاع اللولبي او ضعف بتاع الدائري. فانا هحسب بتاع الدائري لوحده او اللولبي لوحده واضربه في 2، يبقى ده
كثافة الفيض عند نفس النقطة لو عكسنا اتجاه التيار. المسألة اللي بعد كده بيقول لي أمر تيار كهربي في ملف دائري نصف قطره R 31.4 سنتيمتر، فكانت كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عند مركز الملف مساوية لكثافة الفيض المغناطيسي مساوية، يبقى في تعادل، مساوية لمين بقى؟ مساوية لكثافة الفيض عند نقطة تبعد 1 سنتيمتر عن سلك مستقيم، ده دي. يبقى هو عايز يعمل لي تعادل بين السلك المستقيم وبين الملف الدائري، يبقى من غير كلام احنا قلنا أي تعادل يا جماعة فيه بي بتساوي بي، هنا البي بتاع السلك يساوي البي بتاع الملف. طب كمل مسألتك كده، بيقول لي يمر به نفس شدة التيار، يعني التيارين زي بعض. طب ما يلا نفك القوانين، ميو اي على 2 باي دي، وده ميو ان اي على 2 اي، وزي ما اتعودنا المتشابه يطير، ميو مع ميو و2 مع 2، وكمان الاي مع الاي لان الراجل قال لي نفس التيار. طب ما يلا شوف كده بقى ايه، فوق ما عادش حاجه 1، والباي هنا نسيت اقول لكم 3 و14، ودي ب 1 سم ادي 1، وممكن ما نحولش برضه، يساوي الان عايزينها والار 31 و4 من 10 برضه سنتي، عشان كده انا ما حولتش، اضرب طرفين في وسطين واطلع الان يطلع بيساوي كام لفه يا جماعه؟ 10 لفات. يبقى ادي برضه مساله على نقطه التعادل. المساله اللي بعد كده بيقول لي أمر تيار كهربي في سلك طوله دائل، طول السلك منحني على شكل قوس من دائرة نصف قطرها كذا، وأنا بحب الطالب يبقى ذكي دايما، مديلي طول ونصف قطر في قانون بتاع إن، عدد اللفات كان بيساوي إن على 2 باي آر، يبقى اعرف إن أنت القانون ده هتحتاجه. والله ببساطة هو مديك ال وار، فانت عارف ان انت هتحتاج كده على جنب من غير لسه ما نقرا المسألة عدد اللفات. ده ال ان بتساوي ال ال طبعا 26 و4 من 10 على 2، والباي 22 على 7، ونصف القطر عندنا 5 و6، وبرضه يا جماعة انا ما حولتش لان في تحويلة فوق وتحويلة تحت، فده هيديني 3 ارباع لفة، ده حاجة كده جبناها من غير ما نقرأ المسألة. طيب بيقول لي بقى إيه، فكانت كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عند مركز هذه الدائرة بيساوي كذا، ده البي دائرة، احسب شدة التيار علما بأن معامل النفاذية بتاع الهواء يساوي الرقم اللي احنا عارفينه ده. طيب انا ما قداميش غير قانون بس بتاع الملف الدائري في المسألة، والبي دائري الناس كلها عارفة بيساوي ميو ان اي على 2 اي، وهو مديني البي دائري 8 25 في 10 اس سالب 6، ونعوض بالميو اللي هي 4 باي في 10 اس سالب 7، وطبعا الان هي لو ما كناش جبناها بقى كنا هنروح نجيبها 3 ارباع، والاي عايزينه على 2، والار هنا يا جماعه 5 و6، بس حول حضرتك في 10 اس سالب 2 طرفين في وسطين كده، هنطلع الاي هيطلع بيساوي 98% امبير. يبقى المساله انا استخدمت فيها قانون بتاع عدد اللفات عشان اجيب عدد اللفات، واستخدمت قانون عشان اجيب عشان اجيب شدة التيار. المسألة اللي بعد كده بيقول لي سلك مستقيم طويل معزول في وادع رأسي بحيث يكون مماسا لملف دائري معزول من لفة واحدة. المسألة بتقول ان انا عندي ملف دائري، ادي دايرة، ومعاها سلك مستقيم معزول مماس. ايه اللي حصل في الألم؟ تمام،
من لفة واحدة يعني الان بتساوي واحد، ومستواه رأسي. بيقول لي احسب شدة التيار في السلك بحيث يجعل مركز الملف الدائري نقطة تعادل. طب كده برضو في تعادل بين مين ومين يا جماعة؟ بين السلك وبين الملف، يبقى على طول بين السلك والملف يبقى بي سلك يساوي بي ملف. طب البي سلك طبعا القانون بتاعه ميو اي على 2 باي دي، والبي بتاع الملف طبعا ميو ان اي على 2 اي. وكما تعودنا المتشابه ميو هتروح مع ميو، والاثنين هتروح مع الاثنين. والناس المركزة بقى مماس، يبقى الدي هو الار، يبقى كمان الدي هتروح مع الار. خلاص كده. طب يبقى انا عندي يا جماعة باقي لي ايه؟ اي سلك على باي يساوي ان اي بتاع الملف. يلا بينا نعوض كده. الاي بتاع السلك احنا عايزينه على الباي يساوي الان بواحد، والاي بتاع الملف موجود ب21% على واحد طبعا، يبقى على طول هنضرب طرفين في وسطين، هيطلع معايا الاي بيساوي 66% امبير، وده كده شدة التيار اللي ماشي في السلك. السؤال اللي بعد كده برضه نقطة تعادل، بيقول لي ملفان لولبيان أحدهما داخل الآخر بحيث ينطبق محوريهما، لهما نفس الطول، الطول ثابت. فإذا كان عدد لفات الملف الداخلي 400 والملف الخارجي 1600، يعني أنا عندي دلوقتي ملفين، الملف الأولاني N1 بيساوي 400، والملف الثاني N2 بيساوي 1600، وكانت شدة التيار في الملف الداخلي I1 بيساوي 3 أمبير. احسب شدة التيار في الملف الخارجي عايز I2 لكي تكون كثافة الفيض عند المركز المشترك تساوي صفر. يبقى احنا بنتكلم برضو في نقطة ايه يا جماعة؟ تعالى يبقى برضو بس كده تعادل بين ملفين لولبيين، يبقى البي بتاع الملف الأول هيساوي البي بتاع الملف الثاني، ونفك عادي القوانين بتاعتنا. ميو N1 I1 على L1 يساوي ميو N2 في I2 على L2، ونشوف مين اللي متشابه. طبعا الميو مع ميو، والال مع الال، لانه قال لي لهما نفس الطول. يبقى N1 I1 يساوي N2 I2. N1 طبعا 400 والتيار بتاعه 3، N2 ب 1600 في I2 ده المطلوب. وهنطلع على طول يا جماعة ان I2 بيساوي 75% امبير، يبقى الطول بتاعي او شدة التيار انا اسف بيساوي 75% امبير. دي كده المسألة رقم 5. نعم.